راح اليوم كانت بطبيعة الحال الجدول ديال الأشغال ديالها مليء بنقاط من أجل أنها المناقشة. يا سيد الرئيس، لك ممكن أنك تتكلم لنا على أهم النقاط اللي تم المصادقة عليها، وكذلك النقاط اللي كانت فيها معارضة إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الاهتمام بالشأن المحلي والتتبع اليومي للمشاكل المحلية، ونشكركم على مسألة أخرى وهي يعني الالتزام بنوع من 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 الحياد عن الأمور اللي ما الغير حقيقية. بالتالي هذا هو المطلوب من وسائل الإعلان، أن يعود أولا يلوذوا الحقائق، ولكن في نفس الوقت يوصلوا للمواطن ذاك الشيء اللي فيه مصلحة المواطن. جدول الأعمال كما شفتوا فيه بعض النقاط، ولكن من أهمها هو تحضير مشروع الميزانية 2019 وتعديل النظام الجبائي، بالإضافة لها العروض، بعض العرض ديال وكالة الجنوب، عرض ديال وزارة التربية الوطنية، وملتمسات اتفاقيات شراكة. هذه الأمور اللي كانت ولكن المهم فيها في الدرجة الأولى هو مشروع الميزانية، واللي تعود لاحظتوا على أنه ذا العام فيه عجز تقريبا يساوي واحد المبلغ شوية، وحذر نظرا للالتزامات المنتظرة في سنة 2019 اللي هي متعلقة بصيانة وحراسة المنشآت اللي إن شاء الله هي فطور الإنجاز واللي يمكن واللي لا تشوف النور في القريب العاجل، ومشاريع أخرى، وتماشيا مع دورية وزير الداخلية الأخيرة اللي حث فيها الجماعات على الانكباب على المشاريع التنموية لخلق فرص الشغل. هذا هو التوجه، هذا هو الشيء اللي جعل الميزانيات تعود فيها هذا العدد الكبير من العجز. بالتالي هذه أمور كلها اللي ماشية، تقدم الأشغال في الشطر الرابع ماشية بنوع من السلاسة، ونحن إن شاء الله نتمناو على أن البرنامج اللي دايرين الناس ديال الوكالة على أنه يبقى ملتزم به، وهو على أن في 2021 نكونوا سالينا من هذا البرنامج. بالتالي هذه أمور كلها اللي غادية، واللي من أهمها هو تركيز الجماعة، تركيز المجلس على خلق مشاريع صغرى للمقاولة المحلية الصغرى باش يتاح فرص لأكبر عدد من الشباب باش يعتمد على راسه. هذا هو المهم، وهذا هو اللي نبحثوا عنه، على أن أي مشروع كيف ما كان في المدينة يعود يلامس مشاكل اللي عانوا منها الشباب العاطل. تعلمون السيد الرئيس، نحن كلمة أو صوت العدالة بمفهوم الحقيقة، وهادشي علاش حنا حريصين على أننا نقلوا دائما الخبر كما هو من المسؤول للمواطن، باش تكون الحقيقة هي الشعار الأساسي. السيد الرئيس، حنا الآن كنتبعوا افتتاح المسبح البلدي، فإذا كان ممكن توضعنا وتوضع الساكنة في الصورة الحقيقية لهذا المسبح، كيفاش تم الإصلاح ديالو، كيفاش غيكون التسيير ديالو؟ وهذا المسبح هو مسبح ماشي اول مره نفتح هذا المسبح، اللي نجز في الشطر الثاني، البرنامج الثاني من التاهيل الحضاري لمدينه سماره، واللي كان يشتغل، كان عند مجموعه من الشباب درب عام تجربه، ولكن مع الاسف كانت تجربه فاشله، ما استطاعوا على انهم يشغلوه بالطريقه المثلى، تخلاو عنه. ونحن الاداره قبضتو وتباركت معاه، دارت له ترميمات اوليه، ولات نوقفوا عليه ان شاء الله لين يشتغل، وفي انتظار تفويته المستثمر اللي يمكن على انه يشغل المرافق الاخرى، قاعه الافراح، القهوه، مقاهي الى اخره. بالتالي هذه اصلاحات درناها
في انتظار كما قلت تفويت المستثمرين اللي يمكن على انهم يشغلوه. احنا المهم عندنا هو عن المرفق يتم يشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المسبح اللي تعاود تم الافتتاح ديالو مره ثانيه وغادي يتم التسيير ديالو عن طريق التسيير الذاتي من طرف الجماعه. المساحه ديال الاحواض هي 340 متر مربع وكيستوعب تقريبا ما بين 100 حتى 120 مواطن اللي يقدروا يعوموا في هذا المسبح. الطاقه ديال المياه كنستعملوا فيه دابا ما بين 600 حتى 700 طن يوم السعه ديالو، ومع اللي كنقولوا تقدر يكون ديال واحد 3 حتى 4 طن اللي غتعود تزاد يوميا مع لي بيرت اللي غادي يكونوا مع التبخر ديال المياه. اهم التجهيزات اللي دارت هي اعاده تاع لوكال تكنيك اللي صاوبنا له لي بومب ديالو لي فيلتر لي بي اش ديالو، درنا له لي طونشيتي ديالو على حساب لي فيت اللي كانوا ديال الماء، صلحنا داك التشققات، درنا له واحد اون بانتور اللي هي كدار في لي بيسين باش ما يكونوش داك التسربات ديال المياه. ودابا حنا غنسيروه المده ديال واحد 3 شهور ل 4 شهور في انتظار ندير واحد السمسره على عموميه باش الا كان غادي شي واحد شي مستثمر ياخذه.